كاينين عدد ديال الانواع، وين الانواع اللي مزيانين هما الكروش والليمون، هذا هما اللي كاينين، كيبغيو الناس بزاف. الأثمنة بقى عادية ما تزادت ما والو، الليمون 7 دراهم والكروس 6 دراهم. ما تيتحرك شوية ديال البيع لأنه الناس كتبغي تشوي، والناس الطبيعة ديال المغاربة راه كتعرفوها كيفاش كاينة، كيبغيو يشويو. والفحم راه معروف، الفحم راه مزيان، وهذا هو الطياب ديالو ولا الشويان ديالو راه مزيان، أحسن حاجة هو الفحم. الفترة كيكون الطلب بزاف، ولأن هو الفحم كيتمشى من كاع الناس كيبغيو. ريستورات دابا ولا عادي، دابا ريستورات اللي ما كطيبش بالفحم راه ما كدير والو، مولي ريستورات كياخذوا الفحم. الطياب ديال الفحم راه هو احسن طياب. كروش ديال البلوط حاجه مزيانه، نمره 1. الليمون كيشعل دغيا وكيميديش واحد مده كبيره، كاين ماموزا، كاين فرنان، كاين كاليتوس، والكروش هو اللي اغلى منهم، والليمون اغلى. الليمون تيصلح الشيشه ويصلح الطياب الديور وداك الشيء، وين دغا يمشي ما غاديش يبقى شاد العافيه. ايوا هذا هو كنبيعو للناس ونهضرو مع الناس. كاين ماموزا، الفرنان، الكروش، كلشي موجود الحمد لله. الطياب، العراس، الموت، الحفلات، كلشي، الشواية، القهاوي، كلشي كيصلح ليهم. مزيان الكروش كيبقى شاد العافيه، والشي الاخر راه كيشعل دغيا كيمشي دغيا. اللي كان الطرطاق، كان ماموزا، الفرنان. 112 ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.